السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير يا حبايبي. أحيي المضافين الجدد. في كثير يسألوني عن قصص جن وما جن. والله قليلة عندي قصص الجن قليلة، لكن أذكر لكم قصة يعني أعتقد أنه جني حقيقي، أعتقد والله أعلم. يوم من الأيام يوم من الأيام اتصل علي أخوي جاي من خارج المملكة، أعطاني موعد الطيارة في جدة عن الفجر تقريبا. فكان معي ذيك الأيام بيوك، مريت على واحد من أخويا صديق طفولة الآن عديلي، الآن صار عديلي. مريت عليه قلت تعال خاويني إلى جدة المطار ناخذ أخوي ونرجع. المهم يا حبايبي مشينا من الطايف تقريبا الساعة 12 آخر الليل، وعلى مهلنا على مهلنا معايا بيوك 84، وعلى مهلنا في نزول الهدى، وهو خوي ظهره معطيها الباب ومعطيني وجه، عرفت يعني متربع على جهتي وجالسين نسولف عشان تحلو السواليف. الهدى قبل ما يسوي قبل ما يخلونه خطين، الآن كان خط واحد. المهم تعرفون الملف اللي فيه موي نازلة من صخرة كذا عين، عرفت كتبوا عليها الآن غير صالحة للشرب. الموية هذه لما عدينا من جنبها طالع فيها، والله رجال واقف وما هو أي رجال، يعني رجال طويل طويل وكأنه كان يغسل بالموية، ولما شافنا التفت علينا. اي والله العظيم. المهم لما شافنا الرجال هذا، احنا على مهلنا ما احنا مسرعين، تقريبا مرينا من عند المويه هذيك وانا ماشي الأربعين، ما احنا مسرعين جالسين نسولف، والله كأنه التفت علينا ووقف كذا والتفت علينا يطالع فينا. انا تهولت ابغى اكلم خويي، ما عاد قدرت اتكلم، وهو يبغى يكلمني ما عاد يقدر يتكلم، قسما بالله تبلكمنا. لما تعدينا من عنده بشوي طالعنا في بعض على طول، شفت اللي شفته. قسما بالله العظيم انا على طول جيت بداوي، والله مسك الطار اخوي قال اقسم بالله لو ترجع لانقز من السياره، والله ما ترجع يا ابن الحلال، خلنا نشوف ايش هذا. قال والله ما ترجع يا ولد، يقول ركب خوي، صار تنتفض شعر جسمي حسيته قشعر قسما بالله. المهم انا ماسك الطاره ابغى ارجع، وماسك من هنا اخر شيء قلنا يا ولد. المهم ما رجعنا، مسك الطاره وحلف، المهم وشوي يصيح يبكي قسما بالله يا جسامنا انها اقشعرت. اي والله العظيم. المهم كملنا النزول قسما بالله، وصلنا لاخر الهدى واحنا مش النصيب كذا مسرحين، شيء غريب جدا. والمشكلة مو هون اللي وحدي شفته، لا شفناها الاثنين مع بعض، فما أدري هو يتهيأ لنا الاثنين أو إنه جني الله أعلم. هذه سالفة سواليف الجن، في ناس كثير طلبوها، إن شاء الله إنها